Good morning, Shabab. Today, inshallah, we'll talk about lesson number 7, Pythagoras theorem. من أهم الدروس فعلا اللي هتقابلنا في البريب عامة وهتكمل معانا كمان في secondary school. طيب Pythagoras ده بيتكلم على إن أنا بلاقي right angle triangle، يبقى right angle إيه؟ triangle. بجيب منها sides، مالي دعوة بإيه؟ بأي angle. بجيب منها sides بس. بحدد أول حاجة إزاي بجيبهم. أول حاجة معايا إزاي أجيب البي سي اللي هو إيه؟ الهايبوتنس. الهايبوتنس دايما بيبقى إيه؟ أوبزيت للرايت أنجل. يعني أنا عندي رايت أنجل اللي هي إيه؟ يبقى الهايبوتنس بتاعها بي سي، تمام؟ هايبوتنس، الهايبوتنس بيبقى إيه؟ قصاد الرايت أنجل. بتقول لي إيه بقى؟ إن ذا رايت إن ذا رايت أنجل ذا هايبوتنس سكوير، لما أعمل سكوير يعني باور 2 للهايبوتنس ايكوال مين بقى؟ التو ليجز، هفترض ان الاي سي ليج والاي بي كمان ليج، ايكوال اي بي سكوير بلس الاي سي ايه سكوير. طيب ده لما اكون محتاج من الهايبوتنس، انما لو احتجت اي ليج من دول، طالما ليج يبقى الهايبوتنس ماينس الهايبوتنس سكوير ماينس ليج ايه سكوير. يعني لو قلت لك عايز الاي سي يبقى تقول لي خلاص اي سي سكوير ايكوال او الاي البي سي سكوير ماينس الاي بي سكوير الاي بي سكوير. طيب لو قلت لك محتاج ال A B تبقى تقول لي ال B C سكوير ماينس ال A C سكوير. فهمناها؟ يبقى أنا Pythagoras theorem بتقول إيه؟ the square of the length of the hypotenuse، السكوير بتاع الهايبوتنوس equal the sum، أيوه square hypotenuse equal the sum of the square of the length of the other two sides. يبقى لو محتاج ال B C سكوير اللي هو الهايبوتنوس بنعمل لهم بلس الـ AB سكوير، الهايبوتنس سكوير كوال بـ AC سكوير بلس الـ AB سكوير. إنما لو احتجت الـ AB أو الـ AC أي لج منهم بنحط لها ماينس، يبقى الـ AB سكوير إيكوال الهايبوتنس سكوير اللي هو الـ BC سكوير ماينس AC سكوير. طيب الـ AC سكوير إيكوال الهايبوتنس اللي هو BC سكوير ماينس الـ AB سكوير. نركز فيهم أول. الدرس ده سهل جدا جدا جدا، لكن بترتب عليه حاجات كتيرة جدا بتكمل معاك لحد ما تروح ايه الجامعة ان شاء الله. نشوف بقى. In each of the following figure find the side length which is denoted by the sign. طيب محتاج ال BC. Ask yourself قبل ما تبدأ if that right angle triangle. Yes right angle. So I can use Pythagoras theorem. Pythagoras ده بيفيد انها تجيب لي سايد مش موجود، سايد مش انجل. انما كنا نتكلم عن البارل كنا نقول بارل بتجيب ايه انجلز بس، سواء الترنيت او كورسبوندنج او انتريور كده. انما البايثاغورس ما بتجيبليش غير اللي هي السايدز. هنا محتاج البي سي في الفيجر نمبر 2، محتاج اي بي اللي هو مش هايبوتنس، تمام؟ يبقى لو محتاج الهايبوتنس سكوير يبقى ايه التو ليجز مالهم سكوير، يبقى البي سي سكوير اهو. طالما البي سي سكوير اللي هو الهايبوتنس ايكوال الاي بي سكوير بلس اي سي سكوير ذا اذر ليجز، يبقى الهايبوتنس ايكوال ذا تو ليجز سكوير ايكوال اي بي سكوير اللي هي كام 15 سكوير بلس 20 سكوير ايكوال 225 بلس 400 ايكوال تقريبا 625 ايكوال 625. يا ريت نحفظ الحاجات دي بتتكرر جامد، سواء 15 سكوير او 20 سكوير ايكوال 625. طب 625 هل هي البي سي 625؟ نو، دي البي سي سكوير، انما البي سي لوحدها equal the a square root. انا السكوير دايما بوديني حتى انا square root على طول، يبقى ال bc لوحدها من غير square equal the square root of 625. what the number multiply by itself the result will be 625. يبقى اجيبها بالكالكوليتر square root of 625 then bc equal square root of 625 5 equal 25 بالكالكوليتر هتطلع طول equal كام 25. اشمعنى قلنا سكوير روت؟ عشان هي سكوير، يبقى اجيب ايه الروت بتاعها الاصل بتاعها سكوير روت equal 25
سنتيمتر. وليه عملنا بلس ما بينهم ما عملناش ماينس؟ عملنا بلس لان هو محتاج الايه هايبوتنس، انما لو اي ليج تانية كنت قلت الهايبوتنس ماينس. يبقى فيجر 2 عندي محتاج البي اي. طيب هل هو رايت انجل؟ يس اتس رايت انجل ات انجل بي. يبقى خلاص انا شايف ان الاي بي سكوير ايكوال الاي سي سكوير اللي هو الهايبوتنس ماينس، طالما هنا مش محتاج الهايبوتنس يبقى ماينس البي سي سكوير ايكوال 15 سكوير ماينس 9 سكوير ايكوال، يبقى الاي بي سكوير ايكوال كام؟ 225 ماينس 81 ايكوال 144. طب 144 هل هو الاي بي؟ لا دي الاي بي سكوير. يبقى ازاي اجيب الاصل بتاعها؟ ازاي اجيب الاي بي؟ يبقى سكوير روت 145 ايكوال كام؟ 12. يبقى الاي بي ايكوال 12. طب نشوف الاخيره، محتاج الاي سي. هل الاي سي اول حاجه ده رايت انجل؟ اه رايت انجل. هل هو محتاج الهايبوتنس ولا حاجه تانية؟ حاجه تانية، يبقى ماينس على طول. يبقى الاي سي سكوير ايكوال الهايبوتنس هنا مين؟ اي بي سكوير ماينس البي سي سكوير ايكوال 8.5 باور 2 ماينس 7.5 باور 2 ايكوال 72.25 ماينس 56.25 ايكوال كام دول مع بعض؟ ايكوال 16. الاي سي سكوير ايكوال 16، يبقى الاي سي لوحدها سكوير روت ل 16. نركز احنا ليه بنعمل سكوير روت؟ عشان انا معايا باور 2، يبقى ايكوال كام؟ 4 سنتيمتر. بايثاغورس ثيرم لها طريقه تانية او لها ايه منطوق تاني ننطقها بطريقه تانية. ايه هي بقى؟ بتقول لي بايثاغورس ثيرم معناها ايه؟ the sum of area of a square on side of the right angle of a right angle triangle is the same as the area of square on the hypotenuse. يعني لو جيت عملت if I draw square on the sides of triangle، السايدز بتوع دي مش الهايبوتنس، legs كنت بقول عليكم كنا بنقول عليها legs. لو if I draw triangle on the side AC تبقى كام الاريا بتاعته؟ فنفترض ان هو مثلا 3 سايد لينس، يبقى 3 تايمز 3 ايكوال 9 وال AB 4 تايمز 4 ايكوال 16. يبقى اكيد برضو السايد السكوير اوف البي سي برضو حتى ايه ايكوال ذا سم اوف ذيس تو ارياز. طب نشوفهم كده، دول 9 ودول كام؟ 16. 9 بلس 16 ايكوال كام؟ 25. هل البي سي السكوير مرسوم على البي سي هل هو 25؟ اه يا مستر 25 اهو، 5 تايم 5 ايكوال 25. يبقى فعلا البي سي سكوير ايكوال اي بي سكوير بلس اي سي سكوير. تمام كده؟ تمام. لقيت واحده 9 والتانيه 16 والكبير طلع بكام؟ 25. يبقى فعلا كلامي صحيح. نشوف كده اكزامبل 2 ازاي نعمل بروف بتاع بايثاغورس. انا قدامي اي بي سي دي از كوادريلاتيرال، تمام شايف كده انا كويس، وميجر في انجل بي 90 وانجل سي برضو مالها 90. طيب فايند ذا لينث اوف اي سي وسي دي. الاي سي اقدر اجيبها ازاي؟ الاي سي شوف هي موجوده في اي تراينجل، اه دي الاي سي موجوده في الاثنين. طب انا ازاي اجيبها بالبايثاغورس؟ بايثاغورس لازم الاقي معايا هو السايد الوحيد اللي مش معروف. يعني ايه؟ ادي الاي سي موجوده في ترانجل اي بي سي وموجوده في ترانجل اي سي دي، انما الاي سي دي ده في ترانجل في انج في سايد تاني مش معروفه اللي هو السي دي. يبقى انا لازم اجيبها بايثاغورس في ترانجل اي بي سي. تمام. يبقى انا بدور على تو سايدز يكونوا موجودين وهو بس اللي مش موجود. انا معايا فعلا الاي بي والبي سي موجودين والاي سي بس مش موجوده في الترينجل اي بي سي. هقولها ازاي بقى؟ تعال نتفرج ازاي هنكتب بايثاغورس ثيورم ان بروف. هقول لك ان ترينجل اي بي سي
اوكي ان ترينجل اي بي سي. لازم في البايثاغورس ثيرم لازم تكتب الجمله دي since ان ميجر اوف انجل بي ايكوال 90 ديجري، لازم تذكر له الرايت انجل بتاعته. since ان ميجر اوف انجل بي ايكوال 90 ديجري، وبعد كده اتكلم وقول then or therefore ال AC square equal ال AB square plus BC square. هي دي بايثاغورس ثيرم بتاعتي. ال AC هي المطلوبة مني، ال AB معروفة 4 وال BC معروفة كام؟ 3. اللي قدامك ده هو البايثاغورس ثيرم ازاي بتنطق وازاي بتكتب في البروف بتاعي. الدرس سهل جدا، محتاج بس ان احنا نركز، وعلى فكرة الاكزامبل ده مهم جدا جدا. يلا نكتب بقى نكمل. يبقى الـ AC equal كام؟ AC square equal AB square plus BC square. يبقى AC square equal AB اللي هي 4 square equal 16 plus BC square اللي هي كام؟ 3 power 2 اللي هي 9. 16 plus 9 equal 25. يبقى الـ AC لوحدها equal square root of 25 equal 5. جبت الـ AC بكام؟ 5. كده خلصت، كده 5 الـ AC 5. طيب هو قال لك find الـ AC، جبناه 5، وكمان find ايه؟ CD. CD برضو معايا right angle، هو انا شايف right angle للـ CD، وشايف ان الـ AC بـ 5 والـ AD بـ 13، يبقى معايا right angle، وكمان معايا التو سايد موجودين، محتاج بس سايد بس يا ناقص معايا اللي هو السي دي. طب هل هو هايبوتنس؟ لا ليج، يبقى اكيد الهايبوتنس ماينس ذا اذر ليج. يبقى الدي سي سكوير هتلاقيه ايكوال كام؟ الدي اي سكوير ايوه ماينس الاي سي سكوير، عشان دي ليج. طالما ليج يبقى بقول الهايبوتنس سكوير ماينس الاذر ايه؟ ليج. يلا نقولها كده ان تريانجل اي سي دي لازم اكتب له ايه؟ سينس ان الميجر اوف انجل اي سي دي او ميجر اوف انجل سي از رايت انجل او ايكوال ايه؟ 90 ديجري. اقول له بقى ذن بقى، طالما انا قدام رايت انجل اقول له ذيرفور الدي سي سكوير اللي حضرتك محتاجها DC square DC square equal AD square minus AC square equal 13 square minus 5 square. يبقى اقول له ان CD square equal، ده هنكتبها مع بعض، AD square minus AC square equal 13 square minus 5 square equal 169 minus 25 equal 144. دي طبعا ايه؟ CD square، مش CD بس، يبقى CD لوحدها equal square root 144. square root 144 equal 12 centimeter. كده بقى جبت ايه؟ ال AC وال CD اللي هو محتاجه. استعملت بايثاغورس مرتين وخلاص على كده. تمام.